متابعين قناة قانون الجذب، شكرا على مشاهدة الفيديو. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد على قناة قانون الجذب. هاي بونجور متابعيني الأعزاء، متابعين قناة قانون الجذب مع مجد، مكفيين معكم مستمرين معكم بسلسلتنا الجديدة ألا وهي علم الأرقام والأرقام المتكررة على بحياتنا، وأيضا ما هي الرسالة التي تقوم بإرسالها هذه الأرقام المتكررة والتي تسطر في حياتنا أكثر من مرة باليوم. إذا متابعيني للي فاتتوا هيدي السلسلة فيكن تفوتوا على قناتنا وتختاروا قوائم التشغيل، ومن قوائم التشغيل حتلاقوا قائمة تشغيل باسم الأرقام المتكررة والمتسلسلة تأثيرها على حياتنا، فيكن تطلعوا على الأرقام هيدي. طبعا هيدي السلسلة بلشنا فيها بأول درسين، هودي الدرسين كانوا عبارة عن شرح ومقدمة لهودي الأرقام تكرر بحياتنا، مثل 11، مثل 111، ممكن 22، 222، 33، 333، 44، 444 وإلى آخره. طبعا أول درسين كانوا مقدمة والشرح لهيدي الأرقام، وطبعا الطاقة الروحية وتأثيرها علينا ولماذا تظهر هذه الأرقام لنا. من بعد هيك بلشنا بالتسلسل، بلشنا من رقم 1. طبعا رقم 1 يعني هو التابع له رقم 11، 111، 1111، كل الأرقام المتسلسلة بخانة 1. تلاقوا الدرس تبعوله جاهز. درسنا اليوم حنحكي عن تكرار ظهور الرقم 22 أو 222 أو 2222 أو 2222، أي تكرار برقم 2 الرقم الثاني. يعني راح نبلش معكم الدرس. قبل ما نبلش بليز بتمنى منكم إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا هلا، وأيضا ما تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بدروسنا وشروحاتنا بشكل يومي ودوري، وأكيد الإعجاب بالفيديو والضغط على زر أعجبني، هيدا أكبر دعم بتقدموه إلي للقناة، وأيضا بتساهموا بنموها وانتشارها ونشر العلم على أوسع نطاق. بعتذر على المقدمة الطويلة وحأبتدي معكم الدرس. ما المقصود بتكرار الأرقام في حياتك اليومية؟ وهل أنت تميل لرقم معين أو ترتاح له؟ هل يصادفك تكرار الأرقام على الساعة مثل الساعة الثانية والثانية وعشرون دقيقة؟ أو كلما ظهر رقم أمام عينك تجد نفس الرقم 22 أو 2.22 أيضا الذي تراه كل مرة؟ إن عملية تكرار الأرقام في حياة الإنسان هي عبارة عن رسالة روحية ينبهك إليها ملاكك الحارس أو الملائكة المحيطة بك، وذلك من خلال تكرار الأرقام المتشابهة في حياتك. تفسير ظاهرة تكرار الأرقام تختلف من شخص لآخر، وأيضا بحسب إيمانه المطلق بهذه الظاهرة، ولكن توارد الأرقام بشكل متكرر في حياتنا يشكل أيضا كارزمات أو كارمات كونية بالأحرى، نعم كارمات كونية لهذه الرقم، بحيث يصبح كل رقم متكرر هو قانون كوني وله دلالات كونية ورسائل باطنية. بالبداية سأشرح معنى بعض الأرقام الفردية بشكل سريع، ومن ثم نكفي درسنا ونكمله بحديثنا وشرحنا عن الرقم 22 أو 222. رح نعطيكم هلأ فكرة ولمحة عن الأرقام الفردية بشكل موجز وسريع. الرقم 1 يحمل رسالة من عوالم باطنية
وهذه الرسالة تحتاج لحالة وعي عالي كي ننتبه لها وينتبه لها صاحبها. الرقم 2، تحمل رسالة بالتوازن، أي تحقيق توازن بين اللين أيضا في حياتك. فعند تكرار هذا الرقم فأنت بحاجة للتوازن أكثر. الرقم 3، يرمز لتحقيق التوازن بين العقل والروح والجسد. الرقم 4، يرمز إلى التحول في عقلية روح الإنسان وإلى شكلها الإيجابي. الرقم 5، يرمز إلى أن الله معك وأن العطايا الإلهية والكونية تتدفق عليك باستمرار فاستقبلها. الرقم 6، يشير هذا الرقم إلى المادية المطلقة والبعد الروحي الإلهي والحالة الروحية أيضا. الرقم 7، يشير إلى الوصول لمرحلة متقدمة من التوازن الروحي. الرقم 8، يرمز للوفرة والتدفق أيضا. الرقم 9، يرمز إلى الإنسان المميز في حياته ويستطيع تحقيق كل شيء يرغب به، وأيضا يصله لمرحلة من الاستنارة الروحية. إذن هيك بتكون أخذتوا فكرة عن تكرار الأرقام الفردية. هلا رح أعطيكم فكرة ولمحة سريعة عن تكرار الأرقام المزدوجة بحياتنا. على سبيل المثال، الرقم أو عندما تنظر إلى الساعة وتجدها 11.11 أو 111، يشير إلى مسار جديد في حياتك. وأيضا رتب أمورك وابدأ بتنظيمها من جديد. صحح المسار الحقيقي لنفسك، كن صادق وواعي مع نفسك، اسمع لقلبك الذي سيرشدك لما تريد. الرقم 22، يعني امضي مع الفكرة التي اخترتها، انت الان تتماشى مع الحقيقة. الرقم 33، يدل على أن الملائكة تحيط بك الآن وأنت محاط بالحب والحماية أيضا. الرقم 44، إشارة تأكيد من الكون بأن الفكرة التي تفكر بها أيضا وتتماشى مع مسار حياتك. الرقم 55، التغيرات قادمة إليك، هناك نقلة نوعية في حياتك، استمر وكن على ثقة بأن هذه النقلة ستكون مرحلة تطور كبير. الرقم 66، أنت إنسان مادي بعيد عن روحك، تحتاج لأن تجلس مع نفسك أكثر وتصحح مساراتك الخاطئة. الرقم 77، اسمع لملائكك الحارس وأيضا تجاوب معه، فهو سيختار لك الأفضل، توكل على الله أيضا. الرقم 88، هذا الرقم رائع بالفعل، يدل على الوفرة والتدفق والسعادة والرضا في حياتك. الرقم 99، إنه بحاجة لمعلومات كونية أكثر، قد أصبحت معلوماتك الآن بسيطة ومملة، أنت بحاجة لنقلة نوعية في حياتك وأيضا بحاجة لمعلومات جديدة تساعدك في أمور حياتك. إذن أعزائي ومتابعيني، هيك كون أعطيتكم فكرة عن تفسير تكرار هذه الأرقام سواء كانت بالأعداد الفردية أو بالأعداد المزدوجة وتأثيرها على حياتنا بشكل سريع ومفصل. راح نفوت لصلب الموضوع مثل ما هو عنوان درسنا اليوم، ألا وهو تفسير ظاهرة تكرار ومشاهدة الرقم 22 أو 222 أو 2222
أي رقم بتكرار الرقم 2. ربما واجهت أو واجهتك بعض الأرقام المتكررة، ربما كان أول لقاء معك في ظاهرة الأرقام المتكررة هو الرقم 22 22، تشاهده على ساعتك الرقمية أو ربما على التلفاز أيضا، أو ربما على ساعة هاتفك الشخصي، أو ربما تلقاه في كل مكان تذهب إليه، وهذا يحيرك كثيرا وتريد أن تعرف السبب. إذن معنى رقم 2 في علم الأرقام؟ الرقم 2 هو رقم في الأصل يعتقد في علم الأرقام أنه رقم أنثوي، وربما الأكثر أنوثة في الأرقام كلها. فالأرقام كما يتحدث عنها علم الأرقام لها اهتزازات معينة، فرقم 2 يميل إلى اهتزاز السلام والحنين والفرحة، ويميزه بتعلقه بحب الآخرين وأيضا الوئام بشكل عام. لذلك إن كان رقم 2 من ضمن الأرقام المتسلسلة التي تتكرر معك، فذلك يعني الكثير منها، أنك أصيل وفني وإبداعي، متسامح عاطفي وحساس للغاية، ومخلص ومخلص وبديهي أيضا. هذا الرقم يطلب منا أن نثق بالإيمان التام بقدراتنا الخارقة للطبيعة المتأصلة بداخلنا، حتى نتمكن من اكتساب رؤية قيمة لعلاقاتنا وكذلك ظروفنا وأيضا قدراتنا الحقيقية التي تشجعنا على أن نكون واحدا من هذا المجتمع والعالم الذي هو من حولنا. وأيضا يجب أن نضع بالاعتبار أن هذا الرقم هو الرقم الأكثر تقديرا لأنه قوي رشيق في الوقت نفسه، شكله ينحني لكل شيء، لا ينكسر تحت أي ضغط. عندما تصبح الأمور صعبة يصل الرقم 2 ليظهر لنا أنه يمكننا التكيف مع ظروفنا، حيث لدينا قدرة كبيرة على التعاطف والتفاهم. فرقم 2 يعتبر من أكثر الأرقام التي تعكس هذه الأحاسيس أيضا. ننتقل لتفسيراتنا للرقم 2 أو 22 أو 222. التفسير الأول لتكرار الرقم 222 أو 22، يحمل الرقم 222 الكثير من الطاقة الإيجابية، حيث يحمل قوة مضاعفة لقوة رقم 2، حيث يعكس هذا خلال مضاعفته بالترددات الخاصة بالرقم، وتعطيك لمحة عن أن كل شيء تحت ترتيب إلهي، ويعتبر تذكير أيضا إيجابي، وأنه لست بحاجة إلى التفكير فيما هو سلبي. فكلما تحاول القلق والزحف إلينا، تذكر أن الرقم 222 هو أكبر دليل عن تذكيرك بقوتك الداخلية التي لديك. أيضا من التفسيرات للرقم 222، ربما كثير من الأوقات الأخرى سوف نلتقي بهذا الرقم كدليل على طاقة إيجابية لأشخاص حولنا، ربما كانوا أشخاصا أيضا، سوف يكونون أكثر من مجرد أشخاص عاديين في حياتنا. وأنا أتحدث هنا عن بعض أنواع العلاقات التي سوف تتحول إلى علاقات روحية، وبتحديد توأم الروح. أيضا من التفسيرات مرة أخرى سيكون من أكثر الطاقات قوة هي تكرار الرقم 22 22، أي 222، ولكن هذه المرة سوف يعني لك معنى واحد وأكيد، وهو البحث عن التوازن في حياتك، حيث أن الحياة مليئة بكثير من عدم التوازن. فعقلنا البشري أيضا تطور مع عدم هذا التوازن، وهذا سبب العناء في حياتنا. ف
فيرجع لنا الرقم 22 22 كرسالة كونية أيضا تحثنا على استجماع طاقاتنا الداخلية وإرجاع التوازن لحياتنا. يجب عليك الانتباه جيدا من هذه النقطة، نعم، وأخذ خطوات جدية حول هذا الأمر، وأيضا أن تبحث في حياتك حيث تعرف جيدا ما هو المتوازن وما هو الغير متوازن في حياتك، وتثبت هذه المعادلة من التوازن بشكل دائم حتى تحصل على حياة صحية جسديا وروحيا وعقليا أيضا. أخيرا أنصحك بأن تمارس وقتا أيضا من بعض الممارسات مثل التأمل واليوغا والاسترخاء أي المديتيشن. نعم، فهذه أفضل التقنيات التي يمكن أن تساعدك بشكل مستمر للحفاظ على توازنك، وأيضا من الطرق السريعة للحفاظ على التوازن ألا وهي التوكيدات الإيجابية الخاصة. أعزائي متابعيني متابعين قناة قانون الجذب مع مجد، انتهينا اليوم من درسنا وشرحنا حول تكرار الرقم 22 أو 222 أو 22 22. إن شاء الله نكون قدرنا نوصلكم فكرة ولمحة وتفسير عن هيدا الرقم. مثل ما قلت لكم هيدي السلسلة مستمرة، فيكم تفوتوا بأي لحظة على قناتنا وتختاروا من قوائم التشغيل، قائمة التشغيل تحت مسمى الأرقام المتكررة، وحتلاقوا جميع الأرقام موجودة. بدأنا هيدي السلسلة بدرسين هن مقدمة، وعنا درس بديناه عن تكرار الرقم 1 أو 11 أو 111، واليوم هيدا درسنا عن تكرار الرقم 22 222 أو 22 22، وأيضا درسنا القادم سوف يكون عن تكرار الرقم 3 أو 33 أو 333 أو 33 33. إذا بليز أعزائي، إذا ما كنتم مشتركين بالقناة خليكم هلأ مشتركين، وأيضا ما تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بدروسنا وشروحاتنا بشكل يومي ودوري، وأيضا ما ننسى تفعيل زر الجرس كما ذكرت والإعجاب بالفيديو والضغط على أعجبني. هيدا أكبر دعم بتقدموه إلي وللقناة وبتساهموا بنشر العلم والمعرفة على أوسع نطاق. كان معكم مجد من قناة قانون الجذب مع مجد. ميرسي كتير لكم، باي باي.